على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة. مكوناتها سهلة كتير، رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. قطرة الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك. جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. زيت الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة. مكوناتها سهلة كتير، رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو معنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شوية الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك. جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة. مكوناتها سهلة كتير، رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوية زيت ونزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت. تمام، نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. شوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو معنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شوية الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضرة هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من الأكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك. جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة، مكوناتها سهلة كتير. رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. هلا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير عشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها التوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شوية الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة، مكوناتها سهلة كتير. رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير عشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها التوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شوية الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من الأكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة، مكوناتها سهلة كتير. رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت ونزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة نحطلهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بقصر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير عشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. قطرة الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من الأكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة، مكوناتها سهلة كتير. رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها التوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. قطرة الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. زيت الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة. مكوناتها سهلة كتير، رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة. هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر. تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة. هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شوية الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من الأكثر الأكلات اللي كتير طيبة. وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شفت الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة. مكوناتها سهلة كتير، رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوية زيت ونزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت. تمام، نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو معنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شفت الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضرة هاي. رح نسكبها. عن جد هي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك. جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة، مكوناتها سهلة كتير. رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. هلا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير عشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شوية الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة، مكوناتها سهلة كتير. رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها التوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شوية الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة، مكوناتها سهلة كتير. رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت ونزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت. تمام، نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة نحطلهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بقصر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. شوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير عشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. قشرة الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من الأكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة. مكوناتها سهلة كتير، رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة، هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر، تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة، هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو ما عندنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. قطرة الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.
على كيف كيفك، جربوها وبإذن الله بتعجبكم. شوية الليمون. أكلتنا اليوم خطيرة، هي دجاج بصوص البروفنسال أو صوص الليمون بالثوم بالكزبرة، كتير طيبة وكتير سريعة. مكوناتها سهلة كتير، رح ناخدهم هيك ندقهم دقة خفيفة بس ونعملهم هيك بهالشكل هاد. ما ننزل ايدنا فيهم كتير، شوي شايفين كيف؟ وهي القطعة كذلك الأمر. هيك بيطلع شكلها كتير حلو. رح نحط شوي الزيت. ننزلها على نار عادية، ما هي قوية كتير ولا ضعيفة. هيك خليها تاخذ كلها من الزيت، تمام؟ نقلبهم على الجهة الثانية. لا لازم كل شوي نقلبهم عشان ما يحترقوا من جهة ويضل قلبهم ني. وقبل ما يستووا بشوي صغيرة بنحط لهم الملح والبهار الأبيض. هاي البطاطا كسايد معها كتير طيبة. هنقطعهم هيك ترنشات سميكة شوي، ودول مغسولين كتير كويس ولو بالقشر. تحبوا تقشروها كمان ما بأثر. لازم نغسلهم شوي. رح نقطع شوية كزبرة خضرة معهم. هيك الجبنة معها كتير طيبة، ونبعتها على الفرن مثل ما هي. رح نحط هلا شوية ملح وبهار أبيض. وشوية الزبدة. هاي الزبدة بنحطها بالأخير مشان ما تحترق، ولو نزلت بالأول على استواء الدجاج الحليب اللي فيها بيحترق بيعطينا طعمة ما طيبة أبدا. رح نحط عليها الثوم. لو معنا كزبرة خضراء ممكن نحط كزبرة ناشفة وبقدونس. شوية الليمون. يا سلام خطيرة، الريحة رائعة. هلا يا سلام ريحة رائعة. حط هيك شوية الكزبرة الخضراء هاي. رح نسكبها. عن جد هاي من الأكلات اللي كتير طيبة. خطيرة، من أكثر الأكلات اللي كتير طيبة، وجبة بتجنن على كيف كيفك. جربوها وبإذن الله بتعجبكم. سلامات.